اهلا بكم في فيديو جديد. عاجل استهداف مطار ابها السعودي من قبل الحوثيين. اعلن الحوثيون مساء الثلاثاء انهم استهدفوا مطار ابها في السعوديه بطائره مسيره. وفي وقت سابق الثلاثاء قال التلفزيون السعودي الرسمي ان التحالف بقياده المملكه دمر طائره مسيره اطلقها الحوثيون باليمن صوب المنطقه الجنوبيه للبلاد. وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي الملكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية. وأوضح العميد الملكي أن محاولات الحوثيين الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة ومنهجة تمثل جرائم حرب. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.